بعض الناس الآن من تقليدهم للغرب والإفرنج أنهم يعقدون جلسات سمر هم ونساؤهم وقريباتهم. اتصل بي قبل 3 ليالي، اتصلت بامرأة تقول إن شخصا يخطبها وهي يبدو من إن شاء الله أنها تحب الخير وملتزمة بالخير، يبدو من خلال أسئلتها، وهذا الذي جاء يخطبها اشترط عليها أنها تجلس مع إخوانه بعد أن يتزوجها سافرة كاشفة وجهها، يقول لأن هذه عادتنا. اتصل بي من هنا، اتصلت من المدينة، من داخل المدينة، تقول لأن هذه عادتنا ما نستطيع نكشف نغطي عن أقاربنا. فمثل الحال هل تسأل هل توافق على خطبته ويصلي وكذا؟ قلت أبدا ارفضيه رفضا باتا ما دام هذا شرطه الفاسد من الآن، ما دام يشترط هذا الشرط الفاسد من الآن فارفضيه ويعوضك الله خيرا منه، لأن هذا الشرط في غاية الفساد. تشترط عليها تسمر مع أخوانك ومع عمانك ومع قاربك، هذا فساد عريض، وهذه عادات أفرنجية. يعني كما في بعض البلاد ليلة الأعراس وليلة الأفراح الرجال والنساء سوا يختلطون ويرقصون ويلعبون ويغنون، كل منهم ينظر للآخر، من يأمن أن يصطاد من يصطاد في مثل تلك الليالي الحمراء؟ هذا أمر خطير وتقليد لأعداء الله. والبعض يتساهلون في المصافحة، يأتي ويضع يده في يد امرأتك وأنت تنظر إليه كالتيس الأسك، تمام، لا التيس خير منه، يعني يهز يدها هكذا، يهش يده وهو ينظر إليها، ما شاء الله يتمتع بملمسها وأنت تنظر كالثوب. أين رجولتك؟ أين غيرتك؟ أين فهمك؟ أين عقلك؟ أين دينك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وإنما قول إذا كنا كقول لمائة امرأة، لما جاءت إحدى الصحابيات تريد أن تصافحه وهو لا يتهم، لو صافحها لا يتهم، القضية ما هي قضية اتهام وعدم اتهام، القضية قضية حكم شرعي. إذا كان الله عز وجل حذر من الخضوع بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، وحذر من؟ حذر من؟ ها؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات البعيدات من كل سوء، فما بالكم بنساء الدشوش ونساء الفضائيات التي ترى كل شر عبر تلك الفضائيات التي يدخلها بعض الناس بيته دون حياء من الله ولا تورع ولا خوف من الله عز وجل، ثم يقول لك أنا أتحكم فيه، والله ما تستطيع، تكذب تكذب، ما تستطيع تتحكم أبدا، أتحداك والله لا تستطيع التحكم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إيش؟ إياك أن تبتلى بالماء. فالغاية لا تبرر الوسيلة. اسمع الأخبار، اسمع في الراديو، أو على الأقل يعني التلفزيون المحلي على ما فيه من غثاء، لكن فتح الفضائيات التي فيها كل محرم هذا في غاية من الفساد والبلاء. يقول والله طيب يزعل علي أخوي إذا ما صفحته زوجتي، خليه يزعل ليوم القيامة، إذا ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعة ولا رجع الحمار، ترضي الله أم ترضي أخاك ولا قريبك؟ السلام بالكلام، تسلم عليه من وراء حجاب وهو يسلم عليها من وراء حجاب، ليس من وراء حجاب تحط قماش في يدها، لا يعني متغطية تماما لا تلمسه ولا يلمسها، لا بحجاب ولا من وراء، لا بحائل ولا بدون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهمتم هذا إخواني؟ انتبهوا، كونوا غيورين، وانظروا إلى هذا التشبيه العجيب، إن الرجال الناظرين إلى النساء
مثل الكلاب تطوف باللحمان. يعني البسة والكلب مستحيل ترد عن اللحمة إذا كانت يراها أمامه، مستحيل، لأن كانت تتضارب معه. كذلك الرجل والمرأة ضعيف، والنظرة سهم من سهام إبليس. العين تزني وزناها إيش؟ النظر. والأذن تزني وزناها السمع. الذين يسمعون يا حبيبي يا حبيبتي عرضة لأن يزنوا في التلفزيون أو الراديو أو غيره. واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها ليش؟ المشي. والفرج إيه؟ يصدق ذلك أو يكذبه، وفي الغالب قد يصدقه. فانتبهوا عباد الله إلى خطورة الموقف، فإنه بغاية الخطورة.